أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم دبلوماسي وسياسي ليبي ينحدر من قبائل الطوارق في الجنوب الليبي. دخل معترك السياسة منذ أن كان طالبا بجامعة طرابلس في سبعينيات القرن الماضي. التحق بالثورة الليبية عام 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي، وشارك في غالبية المؤسسات السياسية والدستورية التي تشكلت منذ ذلك الحين. أسأل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، ماذا بعد فشل محادثات جنيف الأخيرة ومن يتحمل المسؤولية، وما هي فرص الوفاء باستحقاقات خارطة الطريق الليبية لا سيما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، أهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي نيوز عربي. أهلا وسهلا، مرحبا بك ست نوران. أهلا وسهلا. لنبدأ بجولة المباحثات الأحدث هذه التي كانت في جنيف والتي فشلت في اعتراف يعني المشاركين والمنظمين على حد سواء. تحمل من المسؤولية عن هذا الفشل سيد موسى؟ والله هو خلاف كان موجود أصلا، هي مجموعة كيف ما تعرف في تركيبة معقدة جدا، فيها أطراف متصارعة ومختلفة تماما، فمتوقع أن يختلفوا، ومن الصعوبة جدا أن يتفقوا برغم أنهم استطاعوا أن يتوافقوا على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، لكن المختنق الذي هم فيها الآن يبدو لي كان يفترض أن يتجاوزوه لو تشبثوا بالمخرجات التي سبق أن اتفقوا عنها، وهي تكوين لجنة خاصة قانونية وهي من تضع هذه القاعدة، وقد أرسلت لهم يعني كذا نموذج يفترض أن يقوموا بالتصويت عليه فقط، وكما فعلوا فيما يتعلق بالحكومة، يعني لا يمكن أن يتوافقوا لكن بالتصويت. أكيد هذا التصويت يرضي البعض ولا يرضي الآخر. إذن تعتبر أن كان هناك تشعب الوحيد. يعني تشعبت الموضوعات المطروحة على النقاش خارج ما كان يفترض وهو فقط القاعدة الدستورية، تعتبر أن هذا كان يعني سبب في الفشل، ولكن لصالح من؟ ليس لصالح أحد في الواقع، لصالح المعرقلين فقط. كما تعلمي هناك كثيرين لا يريدوا أن نصل لهذه الانتخابات. من هم هؤلاء؟ يعني أنا لا أعلم من هم هؤلاء. أنا أمامي تصريح مثلا من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى في ليبيا، دقيق يعني وواضح. هو يتهم حفتر بأنه هو من عرقل التوصل في هذه المباحثات الأخيرة، ويعني كنت أرجو أن يعني أيضا يعني تتحدث بنفس هذه الصراحة سيد موسى الكوني، إنه من الذي يستفيد، من وراء هذه العرقلة؟ لا تستطيع أن تحدد، أن نحدد. كان معي المبعوث مجلس الأمن وفي الواقع تحدثت معه مطولا بهذا الشان، يعني كل الأطراف معرقلة ما لم تتحصل على ما تريد، يعني كل طرف متشبث برأيه، لهذا لم يستطيعوا أن يتوافقوا. يعني بتتهم المجموعة أعضاء البرلمان، ممكن تتهم مجموعة مجلس الدولة وأيضا التيارات الأخرى، كل يريد الانتخابات تكون كما يريدها. مجلس الدولة يريد أن يستفتي على الدستور السابق، البرلمان يريد أن ينتخب الرئيس من الشعب، وهناك أيضا تيار يريد أن الرئيس ينتخبه البرلمان. يعني هذه الخلافات الرئيسية. طيب وأين يقف المجلس الرئاسي من هذه الخلافات الرئيسية؟ ما هي رؤيتك مثلا في موضوع أنه يستفتى على الدستور أو على القاعدة الدستورية على الأقل قبل الانتخابات؟ هل في هذا يعني شيء يستحق التوقف ودراسة الموضوع؟ هذا أيضا نوع من العرقلة، لأن نحن أمامنا أيام تفصلنا على الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر القادم. لو تستفتي الآن راح تاخذ الكثير من الوقت
حتى تخرج النتائج الاستفتاء ومن ثم تشرع في الانتخابات، بمعنى سيتغير هذا الموعد وهذا تم التوافق عليه. ونحن أيضا كمجلس رئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية تعهدنا بالالتزام بهذا الموعد وهو 24 من ديسمبر. ولكن على أي أساس ستجرى الانتخابات في 24 من ديسمبر؟ يعني إذا لم تكن هناك قاعدة دستورية، ألا يمكن أن يشكك ويطعن في شرعية هذه الانتخابات لاحقا؟ لابد أن تكون هنا قاعدة انتخابية واضحة وأيضا مرضي عنها على الأقل من البرلمان لكي يعتمدها. وهناك إشكالية نحن الآن نعيشها مع البرلمان، لأن البرلمان عنده وجهة نظر أخرى، أنه بينتخب فقط الرئيس، عند البعض طبعا، أن ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب وفقا لتوصيات لجنة فبراير وهي التي أتت بالبرلمان، وأن يكون هناك رئيس. فالآن بيرجعوا بانتخاب الرئيس من القاعدة فقط وفقا لهذه التوصيات، وهذا سترفضه المجلس الأعلى للدولة، لأن لابد أن يتوافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على هذه المخرجات. ف يعني انتخابات القادمة نحن ألزمنا بها، صحيح لا توجد قاعدة دستورية أو حتى قانونية لكي نستند إليها لتنظيم هذه الانتخابات، لكن هذه المشكلة تشريعية، يعني يفترض لجنة 75 توصي بهذا. نعم. ولكن مسألة ألزمنا بها هذه، يعني أنتم في المجلس الرئاسي، يعني بإمكانكم التوافق على وضعية مختلفة. البعض يقول إن الأمم المتحدة وضعت يعني عرب قبل الحصان كما يقال في التعبير، وأنه كان يفترض في البداية أولا توحيد الجيش وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة المركزية، وأيضا وضع هذه القاعدة الدستورية وأساس قانوني لأي انتخابات، ثم ثالثا يحدد موعد الانتخابات. ما حدث هو العكس تماما. نعم، نحن سرنا على هذه على هذا المسار الذي حدد لنا، وهو توحيد المؤسسات بعد تشكيل الحكومة. وفعلا الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق تم دمجهم في حكومة واحدة، وتم التسليم وتوحيد البنك المركزي بعد الاستلام تقرير الأمم المتحدة بخصوص أداء البنكين. فوحدة البنك المركزي الآن هذه ستساعد كثيرا في وحدة المؤسسات بشكل حقيقي ووحدة الدولة. هذا واحد من أهم المسارات التي التزمنا بها. ظل المؤسسة العسكرية هي موضوع شائك قليلا، وقد يأخذ وقت، وشك أن نستطيع أن نقوم بشيء ملموس في الفترة القصيرة هذه. ولكن الاستحقاق والتحدي الحقيقي الذي أمامنا هو فعلا تنظيم انتخابات. لكن سألتيني كيف مع عدم وجود قاعدة دستورية، وهذه ليس من اختصاصنا، لكن هناك فكرة وقد سبق وان طرحتها على المحكمة العليا، المجلس القضاء الأعلى، وأيضا على المفوضية، وأيضا على البعثة الأممية، وهي ممكن في هذه الحالة المجلس الرئاسي يصدر مرسوم رئاسي بقوة القانون وينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية سيتم إعدادها أو الاتفاق معها مع جزء من لجنة 75. لكن هذا مش أمر هين، وأيضا قد يخلق نوع من الفرقة، ونحن نسعى وحدة كل الليبيين وتوافقهم. ولكن هذا مقترح الآن من المجلس الرئاسي، ما مسألة إصدار مرسوم رئاسي بالقاعدة الدستورية؟ نعم، في ظل عدم التوافق البرلمان ومجلس الدولة وأيضا لجنة 75 انشقاقات أو عدم التفاهم الذي حاصل بها، فقد نضطر نحن للتنسيق مع المحكمة العليا وأيضا بالتشاور مع بعض الساسة أو بعض سواء كان بعض أعضاء مجلس الدولة وأعضاء البرلمان بالخصوص. لكن هذا يظل آخر الدواء هو الكي، يعني نحن لا نريد أن نصل لهذا. طب هناك دواء آخر يعني باستخدام هذه الاستعارة، وهو السؤال عن مصير المسودة التي وضعت، المسودة الدستورية التي صوت عليها 43 من إجمالي 44 عضوا. لماذا لا تعتمد هذه المسودة؟ يعني هناك من يقول على الأقل يعني من وضعها هم منتخبون من قبل الشعب. نعم، هذا صحيح،
لكن السادة أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان يرفضون الاستفتاء على هذه المسودة برغم إصرار مجلس الدولة الآن بالتصويت عليها. وهنا في إشكالية، في نصف الآخر من الجسم التشريعي والأهم هو البرلمان، فإذا كان هو يرفض هذا بحجة أن برقة والأمازيغن وبعض المكونات ترفض تماما يعني هذه المسودة، ويخشوا أن تكون هناك مغالبة أصلا لإقرارها، وهنا تصبح ملزمة عليهم على الجميع، فهنا نخشى أن يتطور الأمر، لا نعلم كيف تكون نتائجه. فلهذا السبب البعض يرفض هذه المسودة. طيب إذا الأمر الآن مناط بالأعضاء 75 في ملتقى الحوار السياسي، أنت وصفت أن هناك معرقلون يعني في صفوفهم. خالد المشري قال أن هناك من يعمل لحساب حفتر وسيف الإسلام القذافي من بينهم. ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي قال كان أقل وضوحا، لم يسمي يعني، ولكن قال هناك من يدس الحبوب السامة في يعني هذه الجلسات. أنا أريد أن أسألك سيد موسى الكوني، هل كل الأعضاء 75 هم محل ثقة في رأيك؟ هم مثل الشعب الليبي بنقايضة، هم نقايض أيضا، لكن هم يمثلوا النقائض الموجودين في على الرقعة الليبية في الداخل والخارج. صحيح كل حد يمثل أحد ويدافع على وجهة نظر من يمثل، فلا يستطيعوا أن يخرجوا على ما على سياسة من يمثلوا أو توجهاتهم، فلهسب أصبح الجميع معرقل. يعني الجميع يريد انتخابات كما قلت لك أن تكون لصالحه أو يفسد هذه الانتخابات. طيب ماذا ترى في موضوع الانتخابات الرئاسية، أم أولا أم التشريعية أم بالتزامن مع بعضهم البعض؟ لا، أنا أفضل مع بعضهم البعض. يعني يفترض الشعب الليبي ككل شعوب العالم يعني تنتخب برلمان وتنتخب رئيس يختاره الشعب، فما من أحد منا وصي على الشعب حتى يعتقد أن الشعب غير قادر ينتخب رئيس قادر على قيادة الدولة. هذا غير معقول، الشعب الليبي حر كما أقول دائما. إذن أنت مع اختيار الرئيس من قبل الشعب وليس من البرلمان؟ نعم من الشعب، لابد يكون رئيس قوي اختاره الشعب الليبي وارتضاه أي إن كان، ولابد أن نحترم خيار الشعب الليبي أي إن كان. لا نعلم من يختار الشعب الليبي، ولكن من حق الشعب الليبي كيف نمنعه ونكون نوصي عليه، وأعتقد أنا نفهم أكثر منه إطلاقا. الشعب الليبي هو الحر في خياراته. كما قلت منذ أيام إنها الشعب الأوكراني لأنها كان في حالة غضب ضد السياسة جاب ممثل كوميدي واختار يكون رئيسا. فالشعب الليبي أيضا الآن في حالة غليان وغضب شديد من السياسة ومن أدائهم، ويروا أن هم سبب أزمات التي يعيشها هذا المواطن، هو هم الساسة، لأن خلافات السياسية هي أودت بالبلد إلى ما وصلت إليه، سواء كان حرب أو يعني انهيار اقتصادي وتفكك اجتماعي. يعني هذا الوضع سببه الفرقة السياسية والصراع السياسي الذي ولد كل هذه الأزمات. طبعا، ولكن ليبيا تحتاج إلى الدعم المجتمع الدولي. هناك انتقادات للبعثة الأممية في الواقع بقياداتها الجديدة، ما تقييمك لأدائهم؟ من الصعب الحكم عليهم، ما زال ما عرفوش الملف كما ينبغي، برغم انه يحاول ان يزحزح هذه المشاكل عكس السيدة ستيفاني او السيد غسان سلامة الذين خبروا هذا الملف وخبروا الليبيين بشكل جيد وتواصلوا معهم وتنقلوا بين مدنهم. لكن المبعوث الجديد لا يزال يحاول أن يطلع، أن يتواصل ويعقد اجتماعات هنا وهناك. هو مجرد وسيط، الخلاف هو خلاف ليبي. نعم، ولكن هو ينظم مثلا المباحثات في جنيف. يعني المباحثات كانت واضحة، جدول أعمالها كان واضحا، وسمح بتمييع هذا الجدول، وهو ما أدى إلى الفشل الذي شهدناه جميعا. ناقشت أنا وياه تفاصيل هذا الأمر،
يعني طلبت منه أن يكون هناك نوع من الحزم كما الطريقة التي استعملتها ستيفاني. هي هذه الطريقة رسمها السيد غسان سلامة، ولكن السيدة ستيفاني أدارتها بحزم. صحيح هو غير حازم وهو لم يحضر حتى الجلسة الماضية لأنه كان مصاب بكورونا. فعدم وجوده وعدم إدارته لهذه الجلسة من الصعب أنك نقيم أدائه الآن. وقد قلت لهذا أن سبب غيابك جعل يعني شبه عدم سيطرة كما ينبغي على إدارة هذه الجلسة، لأن هذه الجلسة في الواقع لتنظر في ما تقدمت به اللجنة القانونية فقط، ولكن فتحت نقاش كأن بادين النقاش من الصفر، فهذا جعل من الصعوبة أن يتوافقوا حتى يتفاهموا. لكن في السابق كما قامت به السيدة ستيفاني، بينا كانت حازمة بأن يتم التصويت على مقدم، وقد طلبت منها هذا بالحرف، بأنه فقط يتم التصويت على ما قدمته اللجنة القانونية، هذا ما يجب، وليس فتح الحوار من جديد. فهذا اللي حصل، ولم يستطيعوا أن يتفقوا، هذا سبب الفشل في الواقع. طيب لو ابتعدنا بالعدسة قليلا عن الداخل الليبي، هناك من قرأ هذا الفشل في جنيف أنه يعني انعكاس للغليان بين الدول والقوى الإقليمية والدولية التي تدعم كل طرف من الأطراف، هل تعتبر أن هذا ما حدث بالفعل؟ نعم، يعني هناك، لو قلت أن هناك عرقلة داخلية، هناك عرقلة دولية أو إقليمية، بمعنى كل يريد الانتخابات تكون كما قلت لك لصالحه بشكل ولا بآخر، أو من يدعم، سواء كان أقصد الدعم الخارجي أو الدعم السياسي لبعض الأطراف الداخلية والدولية. فنعم هي مشكلة الليبي، والملف الليبي هو خارجي أكثر منه داخلي. يعني عشان تحل المشكلة الليبية لابد أن تتواصل مع مجموعة دول معروفة، لا يكفي أن تتواصل مع الساسة، لأن أصبح هناك ارتباط وثيق بين الداخل والخارج، وهذا معقد المسألة الليبي، تدول فتعقد. طيب هو تدول، وعلى ذكر هذا التدويل بين هلالين، يعني أنت كنت جزءا سيد موسى الكوني من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والتي استدعت تركيا، الآن كيف تفكر في هذه الخطوة؟ هل كانت خطوة حكيمة؟ هناك من يعتبر أنه الوجود العسكري التركي بالعكس زاد من الاحتقان العسكري والميداني وعقد الأمور أكثر، ما رأيك؟ هي من زاوية، ما الليبيين مقسمين على اثنين الآن، الكل ينظر من زاويته، يعني الكل يرى من يناصره من الأجنبي، يرى هو اللي على حق والطرف الآخر على باطل. ف بسبب خلافاتنا كما قلت لك، إن نحن منستنصر بكافة هذه الأطراف، هم لم ينزلوا من السماء، نحن الليبيين اللي ذهبنا لهم وندفع لهم من أموالنا لكي يساعدون على قتل شقيقنا وشريكنا في الوطن. يعني كل الأطراف عملت ضد بعضها بعضا بهذا الشكل، بمعنى لكي أنتصر عليك مستعد أن أتحالف مع الأجنبي أو مع أي قوة أخرى. فنحن من أتينا بهم، ونحن من ندفع لهم من أموالنا، كل الأطراف نقصد ولا أستثني أي طرف. طب دعني أطرح عليك سؤالا متصلا في هذا الشأن من متابعين على التواصل الاجتماعي، لو عاد بك الزمن للوراء، هل كنت أقدمت على نفس الخطوة، خطوة استدعاء تركيا؟ أنا أسأل عن تركيا بالذات لأنك كنت جزءا من حكومة الوفاق. أنا طبعا بعد خروجي تم هذا، يعني لم أكن عضوا في المجلس الرئاسي آنذاك، يعني أنا استقلت في بداية 2017، فلم أحضر أصلا هذا الصراع أو هجوم على طرابلس أو التحالفات، حتى تحالفات مع الطرف الفاغنر أو الروسي لم أكن جزء من حكومة الوفاق آنذاك، فلم أحضر تفاصيل هذه الأحداث حقيقة. ولكن يعني لو كنت موجودا كنت دعمت هذه الخطوة؟ السؤال مهم وصعب الإجابة عليه. لا أعلم يعني هذاك الوقت كيف كانت الرؤى لأعضاء المجلس الرئاسي السابق،
لكن يروا أن مهددين في سلطتهم في عاصمتهم في تحالفاتهم الداخلية، فبيستنصروا بكل من يمنحهم هذا النصر أو دفع يعني هذا الهجوم. برؤيتهم هم يروه أنه طبعا منطقي ومهم، وعلى الأقل وقعنا اتفاقية علنية أو شبه علنية في سبيل حمايتنا والاستمرار. وحتى الأتراك يقولون هذا، يقولون نحن من استطعنا أن نرد العدوان على طرابلس، ونحن من ألزمنا الأطراف الأخرى أن تجلس وأن تتحاور وأن تتفق، ونحن الذي جلبنا وقف إطلاق النار. لكل طرف مبرراتها التي نعتقد أحيانا إنها مقنعة بشكل والله بآخر، فالطرف الآخر أيضا يرى إنه على حق، إنه لابد يستعين بقوة يعني قادرة على تمكينه من النصر أو هزيمة الطرف الآخر. ولكن الأزمة تظل ليبية، وحلها ليبي، و يجب على الأطراف الخارجية أن ترفع يدها على ليبيا. طيب، على ذكر المعادلة الليبية، سيد موسى لو سمحت لي، هناك من يرصد مؤشرات على خلاف بدأ يظهر إلى العلن حتى بين قطبي السلطة التنفيذية في ليبيا بصريح العبارة بين المجلس الرئاسي وحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. السؤال المباشر، ما هي الجهة المناط بها تعيين وزير دفاع؟ لأن عبد الحميد الدبيبة يرى أنه الوحيد المخول بهذا باعتباره رئيسا للحكومة. لا، هي ليست خلافات، هذه أمر بديهي في كل الحكومات، فيها وجهات نظر مختلفة، ولكن بالعكس نحن كمجلس رئاسي داعمين دائما للحكومة. نحن جئنا معا لخارطة الطريق واحدة، يعني المسار نفسه الذي ننفذه معا. لذا طلبنا من السيد رئيس الحكومة بتسمية وزير الدفاع، هذا استحقاق لابد منه، لابد هذه الوزارة الهامة أن يكون لها وزير دفاع، لأن عندنا أزمة نحاول على الأقل حل الكثير من مشاكل الجيش في الجهتين، كيف نوحدوهم، وهذا أهم تحدي واجهنا. وضع يعني خريطة الطريق واضحة، واختيار شخصية توافقية يتفق عليها الطرفين، مقبولة عند الطرفين، ويستطيع أن ينتقل بين الطرفين، نقصد بين الجيشين، حتى يستطيع أن يساعد على وحدة الجيش أو وضع أسس لوحدة الجيش أو على الأقل جزء من وحدة الجيش. فإدارة هذا الملف ليس أمر هين في هذا الظرف لرئيس الحكومة. نحن علقنا هذه الوزارة لفترة قصيرة بحكم إن الوقت قصير، ولم نتوافق على شخصية، لم نجد الشخصية المناسبة القادرة على قيادة أهم مؤسسة يجب أن تتوحد، لأنها لو توحدت المؤسسة العسكرية توحدت الدولة الليبية. لم يبقى لنا إلا جيش، لكن هي الأصعب، هي الحلقة الأصعب جدا، وليس قليلا. فكيف نستطيع أن نقوم بهذا مع عدم وجود وزير دفاع؟ فنحن كل مرة نحدد اجتماع ويتم تأجيله لسبب والله بآخر، فنتوقع الأسبوع القادم افترض أن نجتمع على هذه المسألة ونحسمها بالسرعة الممكنة. موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في بلا قيود على بي بي سي نيوز عربي.